لما بتكلم على اليوزر بقى لازم اديسكرايب يعني ودوكيومنت طبعا السكيلز والفيزيكال والبرسبشوال والكوجنيتيف ابيليتيز بتاعت الانديفيديوالز اللي بتستعمل المفروض تستعمل المكنه دي. يعني بمعنى ما ينفعش مثلا ان انا يبقى عندي في جهاز والجهاز ده محتاج مثلا ان هو يبقى اللي بيستعمله مبصر مثلا وما اكتبش الكلام ده، اوكي؟ او مثلا لو هو في جهاز معتمد ان حد هيسمع حاجه من الجهاز ده، يسمع الارم كويس وما اكتبش الكلام ده، اوكي؟ او مثلا في جهاز معتمد على ان اليوزر يقدر ان هو يشيل حاجه شكلها ان هي ما هياش خفيفه ويستعملها، اوكي؟ ده برضو ما ينفعش ان انا يعني ما اكتبوش. يعني الحاجات دي كلها اساسيات علشان ابقى محدد بالظبط البروفايل بتاع الشخص المفروض يستعمل الجهاز دوت. الحقيقه لو عندنا في بعض الحاجات اللي ممكن لو في عندنا any special circumstances ممكن تأثر في استعمال الجهاز دوت، ده برضو لازم يذكر، لازم يبقى برضو مكتوب بشكل واضح. يعني لو في عندنا مثلا special training مثلا مطلوب، اوكي، وسبيشال تريننج ده المفروض يوصل لليفل كذا فيه مثلا، لا ده لازم يبقى مكتوب بوضوح يعني، والا يبقى كده احنا ممكن نعمل مشكله ان ممكن يوزر ما هواش مؤهل ما خدش السبيشال تريننج ده يستعمل الجهاز ويعتقد ان هو كده اوكي. طبعا احنا بنامبلوي اليوزر بروفايلز اللي احنا بنتكلم عليها دي في الديزاين بروسيس، لان احنا وانس ان احنا عملنا الديفينيشن ده احنا كده يعني نقدر ان احنا ناخد بقى الكلام ده ونبتدي نبني على اساسه اليوزر انترفيس يبقى مناسب لمين. يعني انا دلوقتي لو انا كنت بتكلم على الفاريابيليتي بتاعت الانديفيديوالز او الانديفيديوال يوزرز، لو بتكلم مثلا ان انا هتكلم على طبيب والطبيب دوت ممكن يبقى مثلا لسه متخرج يعني لسه ما عملش امتياز حتى، وطبيب تاني بقاله مثلا 20 سنه بيشتغل كويس وخد تريننج وعنده اكسبيرينس وحاجات زي كده، لو انا ببني جهاز عشان واحد ما يعرفش الجهاز بيشتغل ازاي غير لما ببني جهاز لواحد بيعرف بالظبط الجهاز بيشتغل ازاي وعايز يشغله بشكل افكتيف علشان يقدر يقوم بيه بحاجه تبقى ايه فيري هاي ليفل. فدي حاجه مهمه جدا لما اكون انا عامل جهاز عشان حد بالشكل ده عنده اكسبيرينس وعنده يعني برضو يعني مهاره في الجهاز دوت واشتغل عليه كتير غير لما بتكلم على حد مبتدئ. فطبعا البروفايل ده بيهمني جدا وانا بعمل يوزر انترفيس. بنسبورت الانيتيكال بروسيس فور ايدنتيفاينج بوتنشال يوزر ريليتد هازاردز باي انتسيبيتنج سيتويشنز ان ويتش ذا ديفايس يوزرز كود هاف ديفيكولتيز. يعني بشوف انا اليوزر ده وهو بيستعمل الجهاز ايه اللي ممكن يحصل له، ونحاول ان احنا يعني دي كلها حاجات طبعا بتبقى ايه ملهاش قواعد، ما اقدرش اقول ان لها قاعده وان انا هعمل كذا عشان اعرف انتسيبيت. انتسيبيت يعني بيسك احنا متوقع، فالتوقعات دي احنا بنحاول فيها بنحط ايفورت عشان نحاول نتخيل السيتويشنز اللي ممكن يتحط فيها الدكتور دوت علشان نحاول ان احنا نساعده ان هو يقدر يبرفورم كويس في السيتويشنز دي. يعني مثلا ممكن احنا نتخيل ان مثلا اليوزر بتاع مثلا جهاز مونيتور، اوكي، ممكن اتخيل اليوزر بتاعه ممكن يكون في عربيه اسعاف وفي دوشه حواليه، فممكن ان احنا يبقى عندنا القدره في اليوزر انترفيس ان احنا نعلي الفوليوم بحيث ان هو يبقى حتى وهو موجود في الانفايرمنت دي يقدر ان هو يحس بالالارم، وممكن برضه ان احنا نحط مثلا فيجوال الارم يبقى موجود معاه علشان يقدر يعمل الكلام ده برضه. المكن بتاع الهيموداليس الحقيقه في بعض المكن مكان كتير الحقيقه بيبقى في حاجه زي نور كده عامل زي النور بتاع البوليس كده اللي هو بيبقى حاجة زي يعني بيبقى نور عالي جدا وبرضه له بيفلاش كده وبكذا لون، اوكي، ده بيبقى محطوط كده في حاجة عالية بحيث ان هو يبقى متشاف من بعيد. ده بيبقى مهم جدا لان لو في عندي وورد بتاع هيموداليسيس بيبقى فيه عيانين كتير، ممكن يبقى فيه تلفزيون شغال، ممكن يبقى فيه العيانين بيتكلموا مع بعض او في ناس من المرافقين ليهم برضو بيتكلموا. فدلوقتي لو في حد المفروض ان هو بيشرف على الوورد دوت لازم ياخد باله لو حصل اي مشكله على طول فورا، فممكن الاوديبل الارم ما يبقاش مسموع، يبقى الفيجوال الارم ده لما يكون بالوضوح ده هياخد باله منه على طول حتى لو كان فين. لما بتكلم برضو على اليوزر انترفيس لازم نعمله ديفلوبمنت عشان اكونت لليوزر ابيليتيز. احنا دلوقتي حاطين بروفايل يبقى احنا بنديفلوب اليوزر انترفيس بناء على البروفايل دوت، وبيسكلي بنجايد السيلكشن اوف ريبريزنتيف اوف كريتيكال يوزرز فور يوزابيليتي تيستينج. يعني انا دلوقتي لما اجي اختار اليوزرز اللي انا هستعملهم في الاختبار لاستعمال الجهاز ما اخدش اي حد بقى، اخد حد بيماتش البروفايل اللي انا باني عليه اساسا الجهاز، اوكي. فلازم احنا نجايد السيلكشن بتاع الريبريزنتيفز يوزرز في الايه في اليوزابيليتي تيست.